أهلا بكم من جديد. كشف محقق سوداني أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير قال خلال جلسة محاكمته التي جرت اليوم، قال إنه استلم 90 مليون دولار من السعودية، مضيفا أن جزءا من الأموال كان ضمن المبالغ النقدية التي عثر عليها في منزله. وكانت جلسة محاكمة البشير اليوم علنية وتمت تحت إجراءات أمنية مشددة، وكانت جلسة السبت الماضي قد تأجلت إلى اليوم الاثنين لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية. وتنظر المحكمة في قضايا جنائية موجهة إلى البشير تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والسوداني. وكانت أول جلسة لمحاكمة البشير قد عقدت في شهر يوليو تموز الماضي، لكنها تأجلت لدواع أمنية. ينضم معنا من الخرطوم مراسلنا التيجاني خضر. التيجاني، ما هي تفاصيل جلسة محاكمة البشير التي جرت اليوم، وما هي تفاصيل ما قاله البشير بشأن استلامه مبلغ 90 مليون دولار من السعودية؟ مرحبا. محاكمة البشير بدأت اليوم في تمام 10 صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة. أحضر البشير المتهم في قضايا جنائية عديدة بعربة مظللة وتحت حراسة مشددة. منع الصحفيين من الدخول إلى قاعة المحكمة. الجلسة استمرت لمدة 3 ساعات، خلالها طرح المدعي ما يحمل من اتهامات تجاه البشير والمبالغ التي تم ضبطها بحوزته في منزله ببيت الضيافة. تحدث أيضا الشاكي وهو ضابط في الجيش السوداني مسؤول عن تأمين بيت الضيافة الذي يسكنه البشير داخل مباني القيادة العامة. وأقر البشير بامتلاكه لـ90 مليون دولار تم صرفها خارج الميزانية، وفصل المتهم هذه الأموال بأنه تلقى جزءا منها من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتلقى أيضا 25 مليون دولار منها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأضاف أيضا أنه تلقى مبلغ آخر في ظرف، كما أفاد، في ظرف مغلق وقيمته مليون دولار من خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. المفارقة أن البشير قال أنه لا يعرف أين ذهبت هذه الأموال التي كانت تصله عن طريق مدير مكتبه. تحدث البشير أيضا عن مصادر دخله التي يمتلكها، وقال أنه يمتلك مزرعة في ضاحية كافوري، ويمتلك بيت في ضاحية كافوري أيضا، ويمتلك مرتبه الخاص وهي مصادر دخله الوحيدة. الجلسة التي استمرت 3 ساعات كان يدافع عن البشير مجموعة من المحامين، بلغ عددهم 100 محامي من هيئة الدفاع، يرأسهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر الذي خرج للصحفيين عقب الجلسة وتحدث عن نقطتين أساسيتين أشار إليهما، وقال أن محاكمة البشير تشير إلى جو ديمقراطي وجو قانوني يحكم البلد الآن، وأنها إشارة لمن هم قادمون أيضا في السلطة بأن يتوخوا الحذر في تصرفاتهم في المال العام. نعم. بأن هناك محاكمات ستجري وأن قانونا سيسري في البلد. شكرا لك مراسلنا من الخرطوم التيجاني خضر.